ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. حكايتنا النهاردة حكاية مختلفة شوية، حكاية بتتكلم عن شوية حاجات داخل المجتمع احنا اللي حطناها داخل المجتمع، عملنا تصنيف واصرينا ان يكون هو ده التصنيف اللي داخل المجتمع. حكايتنا النهاردة عن موضوع اسمه النوع الاجتماعي. النوع الاجتماعي المصطلح من الممكن ما تكونوش سمعتوا عنه كتير، بس هو بقى موجود جوه بلدنا وبشدة، وكثيرا من المحافظات ومن الناس يتعاملوا من خلاله. خليني بعد الفاصل أشرح لكم إيه هو النوع الاجتماعي. الاجتماعي هو مصطلح معناه ببساطة شديدة انه انت بتقرر بعض الوظائف على نوع معين من الانسان، زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان الانسان هو ذكر او انثى باي مفهوم منه. وهنا نقدر نقرر ان هناك فرق بين النوع الاجتماعي وبين فكرة الجنس، اي إن كان ذكراً أو أنثى. إحنا هنا بنتناقش في فكرة الإنسان وكيفية إن المجتمع المحيط بيه بيقرر الوظيفة للإنسان ده على حسب نوعه الاجتماعي. طب يعني إيه النوع الاجتماعي؟ النوع الاجتماعي إنه بالفطرة المرأة هي يكون مكانها البيت وتخلف وتطبخ تربي العيال. ده النسق اللي اتقال ان ده دور المرأة داخل المجتمع، وقصاته النوع الاجتماعي الاخر ان الرجل دوره انه يشتغل ويجيب فلوس ويصرف على الزوجة والاولاد. طيب هل ده منطقي؟ طبعا ده كلام غير منطقي. طب هو ليه كلام غير منطقي؟ احنا نقدر نقسم النوع الاجتماعي زي ما قال سام كيلرمان لثلاث فئات: الهوية الجندرية والتعبير الجندري والجنس البيولوجي. والفئات الثلاث دول هي طريقة أخرى لتقسيم النوع الاجتماعي من اجتماعية وبيولوجية وثقافية. ومن هنا نقدر نركز إنه البني آدم على كونه أنثى أو ذكر هيئتان مرئيتان، ممكن نقول بتتقلب داخلهم الأدوار. على الرغم من أن وجود علاقة بين دور كل من المرأة والرجل، إلا أن مفهوم النوع الاجتماعي كمصطلح ده شيء حديث العهد في عالمنا العربي، وتم انتشاره على الساحة العربية في الثمانينات والتسعينات في القرن العشرين. وانتشر مفهوم النوع الاجتماعي في الغرب في القرن التاسع عشر من خلال ثلاث موجات نسوية التوجه: الفيمينيزم ظهرت في أمريكا الشمالية وبعدين انتقلت إلى أوروبا الغربية عام 1988، ثم طالبت النسويات بالمساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق. ولذلك فهو مفهوم يعد غربي الجنسية وشرقي الملامح، فهو مفهوم النوع الاجتماعي، وهو مصطلح يطلق في العلاقات والأدوار الاجتماعية والقيم اللي بيحددها المجتمع لكل من المرأة والرجل. وبتتغير الأدوار والعلاقات والقيم وفقاً للمكان والزمان اللي بيعيشوا فيها، وتتدخلاتها وتشابكاتها مع العلاقات الاجتماعية الأخرى زي الدين والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد والعرق والبيئة والثقافة والإعلام. النوع الاجتماعي بيترادف مع مصطلح تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وبنقصد بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية المساواة جميعاً بين الرجل والمرأة في جميع النواحي، إن كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وبنقصد برضو الحد من التمييز القائم على الجنس. الفرق كبير جدا بانك تقدر تتعامل مع الانسان من ناحيته الفسيولوجيه او البيولوجيه، يعني انك تتعامل معاه بفكره انه راجل او ست، او على انك تقدر تتعامل معاه بقدراته وكفاءته واللي بيقدر يعمله. مش معنى ان الست هي اللي بتقدر تحمل وتخلف دايما خليهاش انها تقدر تتعامل في المجتمع وتشتغل في السياسه وتشتغل في كل المجالات التانية. بالعكس، ده بيديها قوة في أنشطة ومحددات اجتماعية كتير بيعتبرها المجتمع ما تناسبش الستات وتناسب للرجالة، والعكس صحيح. وده بيبقى من خلال العادات والتقاليد والأعراف اللي الناس اتربت عليها. لكن في مجتمعنا دلوقتي احنا بنشتغل على فكرة تعادل الفرص وتبادل الأدوار، لأن البيت زي ما هو محتاج الراجل هو محتاج الست، وزي ما هو محتاج الست هو محتاج الراجل، والبيت ده الأسرة الصغيرة، أما المجتمع الكبير هو محتاج الاثنين في كل حاجة. بالمناسبة، ما فيش حاجة بيقدر يقوم بيها الرجل ما تقدرش تقوم بيها الست، وما فيش حاجة المرأة تقدر تقوم بيها يبقى فيها صعوبة على الرجل. لكن العلم بيقول، وأنا منحازة شوية، إنه المرأة تقدر تقوم بخمس ست أدوار في وقت واحد، أما الرجل لو عمل دورين في وقت واحد ده بيبقى إنجاز حضاري. وبالتالي أنا يعني العلم ووجهة نظري بتقول إن الثقافة المجتمعية لازم تتغير، والدور بشكل تطوعي للمساهمة في تطوير المجتمع بقى شيء مهم، والمرأة ليها دور إنتاجي ومهم ومساوي للرجل. ولازم نبقى فاهمين إن الدخل سواء في سوق العمل أو داخل المنزل الاثنين بيبقوا محتاجين. وفي عام 2018 المنتدى الاقتصادي قال إن المرأة بتقوم في الصحة والتعليم وبتشارك في السياسة والتمكين الاقتصادي، وتشير الأرقام إن نسبة مشاركة المرأة في السياسة والاقتصاد متدنية جداً، بينما مشاركتها في قطاع الصحة والتعليم مرتفعة جداً، بناء على المؤشرات التي يجب التصدي لهذه الفجوة وإيجاد حلول لمشاركة المرأة في القطاعين الاقتصادي والسياسي. كمان واجب زيادة دور المرأة في عملية اتخاذ القرار وتخفيض الفروقات في الأجور بين المرأة والرجل، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تحكم سلوك المرأة والرجل بهدف القضاء على الفجوات في النوع الاجتماعي. الدور السياسي احتقر الرجال في المناصب السياسية والقيادية في أغلب العالم ومراكز اتخاذ القرار في العالم، وما يزال دور المرأة في المجال مقيداً ونسبة مشاركتها ضئيلة. لكن الحمد لله احنا في مصر، ومن خلال الوعي السياسي القوي الدولة المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ادى المكانة للنوع الاجتماعي للمرأة بشكل مختلف، وخلى ليها دور قوي داخل المجال السياسي بقوة، ولها دور قوي في مجالات اتخاذ القرار. والحقيقة ان احنا لازم نفخر ان بلدنا مصر قدرت تحط رجلها وايديها على حل النوع الاجتماعي لبداية الطريق. إن شاء الله ينتشر داخل كل محافظاتنا الثقافة، تبتدي تتغير ويبتدي دور المرأة هو الأساس زي ما هو دور الرجل هو الأساس. بالمناسبة، الست الجميلة اللطيفة الطيبة اللي ولادها ساعدوها إنها تاخد شهادتها وهم كبار ومتخرجين من الجامعة، ده يثبت إن المرأة قادرة على فعل أي شيء، ولا يرتبط تحقيق الأحلام بالعمر أبداً أو بالظروف. مهما بلغت التحديات، اللي عايز يوصل يوصل للهدف اللي هو عايز يوصل. وتأكدوا إن مهما كانت التقاليد والأعراف المحيطة بينا ممكن في بعض الأوقات تبقى قوية علينا، لكن إحنا بنقدر نتغلب عنها وبنقدر نعمل اللي إحنا عايزينه. سلام عليكم. Thank you.